أعلن سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني افتتاح تقاطع الجسر يوم غد الثلاثاء. وأوضح خلف أن الوزارة عملت على تكثيف العمل من أجل افتتاح التقاطع قبل موعده تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. سيتم افتتاح مطلع جديد لنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى أعلى الجسر ومنه جنوبا على شارع ولي العهد باتجاه الهملة والضلع، وبذلك يصبح التقاطع حرا في جميع الاتجاهات، مما يعني غلق الإشارات الضوئية بأعلى الجسر. كما يتضمن المشروع إنشاء دوار ليربط شارع المزارع بشارع الشيخ عيسى بن سلمان، بذلك سيصبح من الممكن للقادمين من الهملة والجسر الدخول على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه المنامة دون الحاجة إلى استخدام الجسر. كما سيتيح هذا الدوار إمكانية الدخول إلى الهملة والجسر القادمين من جسر الملك فهد أيضا دون الحاجة إلى استخدام التقاطع.